السلام عليكم. اليوم غادي نشارك معكم واحد سلطة ولا لا سلطة اللي هي عادية الخضرة، راه كتكون عندنا في الدار، كتجي زوينة صيفية. نوري لكم المقادير. كنديرو تحتاج فيها خس، خيار، بطاطا وخيزو، كنسلقوهم بطاطا وخيزو كنسلقوهم، البربة كنسلقوها، مطيشة والبصلة كنقيهم كنقعدوهم. كنسلقو، كنحتاجو زلافة ديال الروز، زلافة ديال الروز صغيرة كنسلقوها، وزلافة صغيرة ديال المكرونية حتى هي كنسلقوها، والبيض نتزين حتى هو كنسلقوه، والزين كنحتاجو الذرة، علبة ديال الذرة، وعلبة ديال الطون، الطون والزيتون حتى هو نتزين، المايس، مايونيز. المهم هدا محضر أنا في هاد المايونيز، مصايبة أنا في الدار، صايبتو في الدار ديال الدار، حتى نديرو ندير ليكم حتى هو فيديو ديال المايونيز، كيجي زوين ديال الدار، وغادي تشريو حتى ديال الحانوت، راه مزيان تشرو ديال الحانوت، هدا كنصايبو في الدار كيجي زوين. هدا مصايبة أنا راسي ديال الدار، حتى ندير لكم حتى هو فيديو ديالو. غندوزو باش نديرو الخضرة ديالنا تسلق. غندير بطاطا، هكا بجلوفة تسلق. غندير معاها خيزو، ندير معاها خيزو تسلق حتى هو، درت ثلاثة الخيزو وثلاثة البطاطات. نديرهم يتسلقو، عاد نقيهم لا هما لا بطاطا، نديرهم يتسلقو. الضربة حتى هي كنديرها تسلق، درت هنا خمسة الحبات صغار، بابا درتها بوحدها تسلق بوحدها، وبطاطا وخيزو تسلقو بجوج، بطاطا وخيزو وبابا بوحدها كتسلق. غنقطع هاد المطيشة والبصلة، ونقي هاد الخيار، وغندير حتى هادي تسلق، الروز والمكرونية، من بعد ما سلقنا الخضرة ديالنا كاملة ونقيناها وقطعناها بحال هكا على هذا الشكل قطع صغيرة، وغنبداو باش نحضوها. غنديرو الرز، غنبداو بالرز، غنديرو الرز، نديرو شوية ديال الطون، غير النص، نخليو النص باش نديرو على حساب التزيين، نديرو النص، ندير شوية ديال الذرة، ونديرو المايونيز، ونخلطو،
شي تسمع لينا باش الزيافة. ديالي بحال هكا هاد السلافة نيت كنجمعو فيها كنديروها بحال هكا الطراو الروز والمايونيز والطوم كنديرو بحال هكا كنجيبو واحد الطبصيل كنديرو بحال هكا في الطبصيل كنخليوها هكا كنبداو نديرو الخس بحال هكا حتى كندورو كامل الطبصي بحال هكا كنخليو الزلاف حتى لخر كنبداو نحطو المقارونية في هاد الشي ها وهاد الشي ها يكون الطبسيل عامر كنعملوه بحال هكا كنديرو البطاطا نحطها حتى هي بحال هكا هاد الشي ها هاد الشي ها وهاد الشي ها بحال هكا كنحيدو الزلافة كتكون على هاد الشكل كنزيدو فوقها شوية ديال الذرة بحال هكا كنقلبو هاد البيض على هاد الشكل شكل وريضة هكا كتجي بحال هكا كنحطو وحدة هنا وحدة هنا كنديرو الأخرى عاد تاني هكاك كنديرو الزيتون كيبقى لنا واحد شوية ديال الطون كيبقى المايونيز كنزيدو من الفوق كنزيدو كل بلاصة شوية
الشكل النهائي ديالها كيفاش كانت. او بالصحة والراحة.